كثير منا ينشغل بشراء الذهب وصقله وتلميعه، رغم أنه في نهاية الأمر قد لا يؤول إليه أو قد يتركه وراءه في الدنيا قبل أن يمضي. لكن ماذا عن صقل وتلميع؟ ما سيبقى معنا ويبقينا ويبقي أثرنا؟ العقل. هذه الفكرة بالضبط هي ما ترمي إليه الأستاذة خلود الغفري في كتابها الجديد 24 أو عقل 24 قيراط. سنتعرف على أبرز أفكاره معها، نرحب بها عبر السكايب. أهلا وسهلا بك أستاذة خلود. أهلا وسهلا فيك، حياك الله عزيزتي. يعني أخبرينا بداية من أين جاءت فكرة كتاب عقل 24 قيراط؟ أول حاجة من كثرة الاستشارات ومن كثرة الأسئلة التي تصلني، وجدت أن هناك خلينا نقول شيء مكرر باستمرار، وهذا التكرار أو الشكاوى المكررة كلها تتعلق بعوائق موجودة أما في عقل المرأة أو في سلوكيات المرأة وعادة. فقررت عمل كتاب بأهم 7 عوائق تعيق المرأة في الوصول إلى الجودة الحقيقية لحياتها، أو خلينا نقول الأنوثة القيادية، حتى استثمار 24 قيراط الأنوثة القيادية. نعم. فكانت 7 استثمارات ذهبية. نعم، قبل ال7 استثمارات أخبرينا عن ال7 عوائق التي تحدثت عنها، أو أبرز هذه العوائق والتي تعيق المرأة من الوصول فعليا أو من صقل عقلها، فما هي؟ من أبرز الاستثمارات التي تحدثت عنها مسألة أن المرأة دائما أو المجتمع دائما يضعها في المرتبة الثانية، أنها تكون دائما في مقعد الدرجة الثانية. أيضا المخاوف، خوف المرأة باستمرار من تحقيق مثلا نجاحات، أنا خايفة أعمل كذا، خايفة أسوي كذا، المخاوف المستمرة عند المرأة. عندك أيضا الأفكار المعينة أو الأنماط المعينة الموجودة في حياتها، أو ما يجعل الناس يعتقدون عن تعتقده عن نفسها، هذه أيضا من العوائق. أيضا مبتركاتها الشخصية من عقل روح جسد، كلها يكون هناك خلينا نقول غزو عليها باستمرار من الآخر، يعني يتم استغلالها باستمرار وهي تعطي عن طيب نية، فهذه كلها تعيق في نموها تطورها وأيضا وصول إلى جودة حياتها الحقيقية في ظل الإسلام. نعم، طيب إذا أنت ذكرتي 7 عوائق لكن حولتيها إلى 7 استثمارات، يعني يمكن أن تحول هذه المحنة إن صح التعبير إلى منحة، فأخبرينا كيف من خلال الأفكار التي تعرضتي لها في الكتاب. عفوا مرة ثانية لو تعيدي سؤالك. ربما تحدثتي عن 7 عوائق لكن هذه 7 عوائق حولتيها إلى 7 استثمارات، يعني يمكن استثمارها لما هو أفضل والتعامل معها بما هو أفضل، فأخبرينا يعني. نعم. إحدى الجمل التي وقفت عندها في الكتاب أنه سنمر عبر 7 استثمارات، كل استثمار سيتغلل داخل ثنايا عقلك لنسلط النار على الشوائب التي فتكت به، فأخبرينا حول يعني أبرز الاستثمارات أو كيف نستثمر. والله هي فكرة الاستثمارات أنني وضعت لها عناوين مميزة حتى خلينا نقول تعلق في البال أو الذهن. نعم. أبرز الاستثمارات التي كان لها وقع على النساء أثناء الحوارات، يعني مفتاح الخزنة، النساء تكتشف أنه هي دائما تعطي من عقلها ومن مشاعرها ومن وقتها دون مقابل في سبيل أن الناس ترضى عنها أو أنها تكون محبوبة أمام الجميع، وبالتالي هذا يستنزفها باستمرار، يجعلها ترفع سقف توقعاتها كثيراً، وأيضاً تتوقع من الآخرين أن يعطوها بالمقابل، لكن تكتشف أنه هذا يجعلها إما في لبط الاستغلال من الآخرين، فتجد خزنتها وهي مشاعرها، عقلها، جسدها، روحها، كل ذلك يتم استغلاله وتصير الخزنة فاضية في الآخر. فتحدث عن مفتاح الخزنة وكيف أن المفتاح هذا يجب أن يكون موجودا وبيدك وحريصة عليه باستمرار من خلال تقنيات اللي هي كيف تضعين الخطوط الحمراء للآخرين. جميل. من الاستثمارات الجميلة استثمار اللي هو ملعقة الذهب. ملعقة الذهب إنه المرأة بطبيعتها كأم كزوجة دائما تريد أن تعطي لزوجها، تعطي لأولادها، تعطي للآخرين الحلول الجاهزة، أو تتحمل هي المسؤوليات عنهم، وبالتالي الآخرون يلقوا بكل المسؤولية عليها
ولا يستطيعون حتى التفكير لأنفسهم. فبالتالي ملعقة الذهب هذه تعيق أن تحصل على ما تريد من الآخرين، والآخرون يلقوا بمسؤولياتهم عليها. يعني حتى الأولاد لا يستطيعوا تحمل مسؤولياتهم كأطفال، كمراهقين، كبالغين، وحتى نعم. كأزواج، بسبب إلقائهم ملعقة الذهب باستمرار. نعم. طيب، الكتاب يعني فعليا تعرض لمجموعة من التجارب الواقعية التي أوصلتي من خلالها هذه الأفكار، وكان هنالك آراء إيجابية لقارئات الكتاب حول هذه التجارب وكم لامستهم، فأخبرينا حول بعض من أبرز التجارب الواقعية. والله من أبرز التجارب إنه إحدى الأخوات كانت دائما تأخذ العمل في أيام العيد، يعني الموظفين يطلعوا في إجازة العيد وهي من تنوب في العمل، يعني تأخذ العمل في إجازة العيد على أساس أنهم لاحقاً سيعطوها إجازة في العيد. ثم جاء العيد وقرر أن تأخذ هي إجازة، فرفض الجميع. ليش؟ أنت متعودة تشتغلي يوم العيد، يعني هي على الأغلب لم تكن متزوجة. نعم. فأثار هذا استياءها وقرر أن يكون هناك خط أحمر، لا أنا بدي أخذ إجازة حتى لو في العيد، هذا من حقي. طبعاً كانت هناك ممانعة من الآخرين، وبالنهاية استطاعت أن تأخذ هذه الإجازة. من القصص التي أثرت أيضاً خبيرة نطق، كانت أنا ما شعرت الصوت واضح أو لا، خبيرة نطق كانت جاءتها إحدى الأمهات إنه ابنها 4 سنوات متأخر في النطق. نعم. فلم تجد له أي إعاقة جسدية، وبدأت معه جلسات العلاج، وجدت أنه يقول كلمات غريبة، الماء يطلق عليه كلمة ذو ذو بدل ما يقول ماء ذو. فجاءت الأم وقالت لها ابنك يقول عن الماء ذو، قالت لها يعني طبعا ذو نحن نستخدمها للماء لأنها أسهل. وجدت أن الأم هي العائق الحقيقي أمام نعم. الطفل يتكلم بشكل سليم. عدة جلسات والطفل صار يتكلم بشكل صحيح، فقط لأن اعتناه المسؤولية أن يتكلم بشكل صحيح. نعم. أستاذة خلود، لماذا اخترتي أن يكون هذا الكتاب موجه للنساء تحديدا؟ هل لأنه حضرتك متخصصة أصلا في مجال الأنوثة القيادية، أم لأنه تجدي أن الشوائب الموجودة في عقل المرأة أكثر من الشوائب الموجودة في عقل الرجل تبعا يعني تجارب معاملاتك مع الناس؟ أنا حقيقة خطابي بالأساس موجه للنساء، أحاول أن أغطي هذا المجال، وأنا متأكدة أن هناك من الرجال من يغطي هذا الميدان، فكل يغطي ميدانه يعني. ولذلك حاولت أن أجد أكثر المشاكل المتعلقة بالنساء وضعتها في كتاب. أرجو أن تفيد النساء وأن تزيل العوائق من طريقهن، ويستطعن استثمار عقولهن بشكل صحيح. وإن شاء الله من الجهة الأخرى هناك من يكون من الرجال من يكون خطابه موجها للرجال ويدعمهم في هذا المجال. نعم. طيب، أيضا من ناحية أخرى، هذه التجارب الواقعية البسيطة التي ذكرتيها مثل القصة التي تحدثتي عنها قبل قليل ومسألة وضع الخطوط الحمراء وما إلى ذلك، على المدى البعيد أخبرينا كيف يمكن أن تساهم بالفعل في صقل العقل؟ يعني كلمة صقل العقل هذه كلمة كبيرة يعني، وأن يصبح 24 قيراط. أنا أجد أن كثير من المتزوجات 25، 35 وربما حتى 40 سنة وهي تخضع لأفكارها هي، يعني المشكلة في عقلها. ممكن تكون عندها كله متوفر، حياتها سهلة، لكن المخاوف في عقلها، العوائق في عقلها. فحقيقة كثير مثلا بدخل عندي الدورات أو الاستشارات تستعجل النتائج، لكن كما أنك أمضيتي خلينا نقول 20 عاما وأنت تضعين العوائق في عقلك، تحتاجين إلى فترة لإزالة هذه العوائق. مثل الذهب، الذهب يعني خلينا نقول كيف يخضع لحرارة عالية لإزالة هذه الشوائب، نحتاج إلى الصبر، نحتاج إلى المثابرة، نحتاج إلى عمل جاد وحقيقي لتغيير أنفسنا، وهذا يتطلب الوقت. جميل. يعني حقيقة أستاذة خلود الغفري المدربة في الأنوثة القيادية ومؤلفة كتاب عقل 24 قيراط، شكرا جزيلا لك على هذه الأفكار، ونرجو بالفعل أن تكون أفكار مفيدة بالنسبة لكم. يعني مسألة استثمار العوائق الموجودة دوما في حياتنا وتحويلها إلى تجارب إيجابية، ومحاولة التفكر والتأمل دائما بما يحدث في حياتنا والتعامل معه بحكمة،
إضافة إلى القراءة وخوض تجارب هذه الحياة، بالتأكيد يمكن أن يساهم على المدى البعيد في صقل العقل وتغيير الأفكار بشكل إيجابي وإصلاحها لما هو أفضل. إذن بهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لكل العرب، نرجو أن تكونوا استفدتم واستمتعتم، ولا تنسوا متابعة قناة الحوار عبر البث اليوتيوب المباشر وأيضا متابعتها عبر فيسبوك وتويتر، ومتابعة برنامج لكل العرب عبر فيسبوك وتويتر، ولا تنسونا من الشاشة. إلى اللقاء.